والله نسبة التطليق تفيق متاع خاطر عدم خاطر بالحق ما عادش يتفاهموا توا، ما عادش يعني ما يخمموش مليح قبل ما ياخذوا بعضهم هكيك، ما يخمموش مليح تو سامبلومون، يعطيهم المظاهر توا، ولات المظاهر اكثر من كل حاجه، اكثر من انهم يشوفوا في داخلهم هما في شنو في حد ذاتهم، ما يعطيوش نظره مستقبليه تو سامبلومون، فهمت يعني ما يشوفوش العواقب المستقبليه، اسكو ينجموا يتفاهموا على الحاجات، يحطوا هكايا دي بوان يعني مستقبلا ينجموا يتفاهموا فيها ولا لا تو سامبلومون. نتصور هذا هو، ولا اله الا محمد رسول الله. نسبه الطليق تكثرت سيرتو البريود هذه بالمجد برشا 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 على الاخر، لا اله الا محمد رسول الله. الحقيقه انا ما عنديش برشا عليكس اكسبيريونس سي سا اكزاكتومون، دونك هذاك علاش ما قلت لك غوسو مودو واللي نسمعوا من المجتمع وال هو راهو يعني نقولوا احنا الطليق كما انك انت تقصها مع صاحبك سي بريس كوم كوم يعني اي اي سيسا اني يعني قلت لك هذايا هو خطر عدم التفاهم، ما يفهموش بعضهم اون بلوس نقص يعني ما يسمعوش بعضهم بالباهي، ما يحكيوش مع بعضهم بالباهي، يعني كيفاش باش نفسر لك، حدها حد هكا مظاهر من الاول سطحيات معناها سطحيات صحيتك، يعني ما يتعمقوش ما يعطيوش اون بلوس بريود وقت توا، زاده تشوف نسبه الزواج زاده كثرت على الاخر، يعني ما يخليوش البريود بلوتو اللي باش يتعرفوا فيها على بعضهم في ساعة من با هكا تراها تعرف عليها في شهرين ثلاثة شهور اوكي نجي نخطبك من داركم، بعد تفرح هي على الاخر ويمشي اخوها ودرا شنو، فهمت ما يفكروش في الحاجات المستقبلا، ما يفكروش القدام شنو ينجم يصير شنو ينجم ما يصيرش، ما يعطيوش هكا البريود اللي ينجموا يتعرفوا فيها على بعضهم.